الرئيس السيسي يؤكد استراتيجية العلاقات التي تجمع مصر وجيبوتي على كافة الأصعدة. مدبولي يؤكد على توجيه الرئيس السيسي بوضع دليل استرشادي موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات. عودة أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم إلى القاهرة بعد الأداء البطولي في كأس الأمم الإفريقية. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. متميزة هي العلاقات التي تجمع مصر وجيبوتي، وذلك على المستويات كافة. وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطورا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، حيث جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف، واستعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلمين الوطنيين. وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الرئيسين، عقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بزيارة أخيه الرئيس جيلة إلى مصر، معرباً سيادته عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وكذلك قضية سد النهضة. من جانبه أعرب الرئيس جيلة عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة. وفي ختام المباحثات شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التشاور السياسي والطاقة والموارد المتجددة وإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة، مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة. ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة بقصر الاتحادية بالرئيس الضيف في بلده الثاني مصر، مشددا على أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية. تابعنا خلال المشاورات التقدم
المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا، واتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة، وأكدنا على ضرورة الدفع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني، وتابعنا الجهود الرامية إلى تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي. إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاة عبر نشر قيم الإسلام الوسطية من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين وعلى رأسها الأزهر الشريف. أكد الرئيس السيسي على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم التأكيد خلال مباحثاته مع رئيس جيبوتي على أهمية العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولنا الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم. في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من الواجب احتواؤها، فضلا عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من قارتنا. أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة أن زيارته لمصر تعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة. وقال رئيس جيبوتي أن محادثاته مع الرئيس السيسي كانت بناءة ومثمرة. لقد أجريت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات بناءة ومثمرة، حيث تناولنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة، كما تبادلنا الرؤية ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قد اتفقنا على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين
ذات الأولوية. تتسم العلاقات بين مصر وجيبوتي بالتميز على كافة المستويات الرسمية والشعبية، كما شهدت علاقات مصر وجيبوتي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا يعكس تعزيز التنسيق والتشاور الدائم بين البلدين. علاقات متميزة بين مصر وجيبوتي على كل المستويات الرسمية والشعبية في ظل التنسيق والتشاور الدائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا في عهد الرئيس السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019. لقاءات قمة جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي تشير إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث انعكست اللقاءات الرسمية بشكل سريع في دفع العديد من المشروعات المشتركة. الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة أشاد خلال لقائه بمسؤولين مصريين بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي، وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي. وخلال تلك الزيارة عقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس الجيبوتي، وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة في منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. اللقاءات الثنائية بين مسؤول الدولتين شهدت كذلك التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار، خاصة في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر. هذا وتقدم مصر الدعم الفني والدورات العسكرية داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية للكوادر العسكرية الجيبوتية في التخصصات المختلفة، كما أن هناك تعاوناً بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني، وكذلك حماية البحر الأحمر من التهديد الإرهابي وعمليات القرصنة الدولية. يرى الخبراء أن زيارة رئيس جيبوتي لمصر سيعقبها زيادة في التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي. كما يشير الخبراء إلى وجود فرصة كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية لدخول الأسواق الجيبوتية ولتسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول القرن الإفريقي. تطور لافت في العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي عكسه تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية. حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ارتفع ليسجل أكثر من 48 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل نحو 38 مليون دولار خلال عام 2017، وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة كوميسا بجهاز التمثيل التجاري. وقد أوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40 مليون و880 ألف دولار خلال عام 2018، مقابل نحو 34 مليون دولار خلال عام 2017. وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7 ملايين و130 ألف دولار خلال عام 2018، مقابل 3 ملايين و990 ألف دولار خلال عام 2017. وشهد عام 2021 قيام وفد مصري كبير من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، فضلا عن التشاور السياسي، حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي. وقد تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.
المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، تتواصل الجهود الحكومية بين مصر وجيبوتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. دكتور سيد، يعني بعد التحية، علاقات متميزة واستراتيجية ممتدة تجمع مصر وجيبوتي، كيف تقرأ زيارة الرئيس الجيبوتي اليوم للقاهرة؟ يعني في الواقع أن زيارة الرئيس إسماعيل عمر جيلة ولقائه بشقيقه فخامة الرئيس السيسي هي تأتي في سياق التطور الكبير والطفرة المهمة التي شهدتها العلاقات المصرية الجيبوتية خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست على مسار التعاون الثنائي في تطور العلاقات الاقتصادية، والتي يعني تبلغ الآن ما يقارب 90 مليون دولار، أو على مستوى العلاقات السياسية والتنسيق والتشاور المستمر بينهما في مواجهة التحديات المختلفة، إضافة إلى مسار القضايا الإقليمية والتعاون في إطار أن جيبوتي تمثل أهمية كبيرة حقيقية للاستراتيجية المصرية، خاصة أن جيبوتي تمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر عبر باب المندب، كما أن مصر تمثل البوابة الشمالية أو المدخل الشمالي للبحر الأحمر عبر قناة السويس، وهو ما يؤكد أهمية التعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات مثل التأمين وحماية الملاحة في البحر الأحمر، مواجهة تحديات مثل القرصنة وغيرها من التهديدات. وبالتالي هذه الزيارة تأتي في سياق التوافر الإرادة السياسية، وبعد يعني أقل من عام على زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي العام الماضي، والتي وضعت أساسا راسخا وقويا لتطوير هذه العلاقات على كل المستويات الحقيقية. هناك تشابه كبير وهناك علاقات تاريخية تجمع بين الدولتين، هناك أيضا خواصم مشتركة، وهناك أيضا مستقبل واعد للفرص التي يمكن توظيفها في إطار تطوير العلاقات والتعاون المشترك في مجال الاستثمارات. يعني اليوم تم إبرام عدد من الاتفاقات المهمة مثل إنشاء فرع للبنك المصري في جيبوتي، نعم يمثل أهمية كبيرة أيضا في يعني زيادة الاستثمار المشترك والمستثمرين ورجال الأعمال. تم إنشاء أيضا إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، تم تسيير خط الطيران المباشر بين القاهرة وجيبوتي. أيضا هناك آلية التشاور السياسي بين وزارة الخارجية المصرية والجيبوتية، بما يعكس أن هذه العلاقات الحقيقية تمثل محور مهم في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة يعني تواجه تحديات وصعوبات فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة شرق أفريقيا، أو فيما يتعلق من بؤر التوتر. كيف يمكن أن نعزز ذلك دكتور أحمد، التعاون والتنسيق في ملفات سياسية متعددة في تلك المنطقة؟ نحن نتحدث عن منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة يعني بالغة الحساسية لأطراف إقليمية عديدة. نعم، هذه نقطة مهمة، لأن حقيقة هناك تحديات كثيرة وكبيرة في هذه المنطقة، لأن من مصلحة مصر وجيبوتي أن هناك استقرار إقليمي في هذه المنطقة كحماية الأمن البحر الأحمر، أيضا تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار. الواقع أن مصر تتبع منهج يعني واضح، وهو يعني إشاعة مناخ التعاون والازدهار في منطقة القرن الأفريقي، في منطقة صعود وادي النيل. هناك تحديات كثيرة، أعتقد هناك يعني نقول يعني توافق، لم يكن نقول تطابق حقيقة في المواقف والرؤى بين مصر وجيبوتي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. يلعب الأزهر الشريف كما أشار الرئيس السيسي دورا مهما في تأهيل الدعاء وفي كقوة ناعمة لمصر حقيقة في الدول الأفريقية، ومنها بالطبع جيبوتي. هناك أيضا مجالات متعددة حقيقية. لكن يعني هناك تعاون على كافة الأصعدة والمستويات بين مصر وجيبوتي. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يوضع دليل استرشادي موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسته لإعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب
محددات قابلة للتطبيق على مستوى المدن الجديدة، وكذا بشكل تدريجي بالنسبة للمدن القائمة بالفعل. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مراجعة موقف العروض المتقدمة من جانب الشركات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة موقف إنشاء محطات تحلية مياه البحر، حيث أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر والاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال بهدف إتاحة المياه النقية خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، وأكد مدبولي على أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، موجها بضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا النوع من المشروعات المهمة. وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة يهدف لخلق بيئة صحية ونظيفة ولتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام. أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على جذب الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروعات الطاقة النظيفة لا سيما في مشروعات الهيدروجين الأخضر. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، وذلك لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية. وخلال الاجتماع جدد رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بأهمية المتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق والاطمئنان على تواجد أرصدة منها تكفي لفترات أطول، وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك السلع. في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 70، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة لعام 2022 بأكاديمية الشرطة، وذلك بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات. في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 70، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2022 بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة وإعلاميين وصحفيين ورياضيين وأسر الشهداء وضباط من أوفوا العطاء، إضافة إلى قيادات وممثلي قطاعات وزارة الداخلية. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنب كل خير. بشكر السيد الرئيس والسيد وزير الداخلية على ثقتهم بأسر الشهداء، ودايما ما بينسوناش في كل المناسبات. ما أحس إن أنا في وسط ولادي وإن أنا ما فقدتش ابني، كلهم ولادي وكلهم بيسألوا علينا، والوزارة ما يعني ما بتسيبناش في أي مناسبة الصراحة، بيفتكرونا في كل المناسبات. وليا شرف وفرحة كبيرة قوي إني أبقى موجود في وسط ولاد بلدي اللي مسؤولين عن حمايتنا. ألف مبروك على العرس الجميل والاحتفالية الجميلة بعيد الشرطة، وكلنا لازم فعلا نحتفل ونساعد رجال الشرطة زي ما هما بيساعدونا وتعبانين معانا. قدمت للحضور عروض متنوعة منها ميدان الجبال والفروسية وعروض الكلابة، فضلا عن العروض الموسيقية. اصطفت في أرض طابور العرض المركبات والأجهزة والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الشرطية المتنوعة. مش
على حسن الاستقبال وعلى العرض الرائع اللي اتعمل. حاجة مميزة جدا لأي حد، وأي حد يتمنى أنه يبقى موجود. السيارات الحديثة لقطاع الأحوال المدنية التي تعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة كانت حاضرة في المعرض بتجهيزاتها المتطورة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين، حيث تدعم تلك السيارات خدمات الأحوال المدنية في أي مكان على مستوى الجمهورية، خاصة المدن الجديدة. كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ومعرض لمنتجات قطاع الحماية المجتمعية الذي يضم منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. أجواء احتفالية سادت المعرض، حيث اعتلى الحضور مركبات الشرطة وشاهدوا التكنولوجيا المتطورة وتبادلوا الأحاديث مع رجال الشرطة وأثنوا على جهودهم وتضحياتهم لحفظ الأمن والاستقرار، كما التقطوا الصور التذكارية معهم. تحيا مصر عقيدة بها مؤمنين، تحيا مصر وابكي على مر الزمان، شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. كلنا فرحانين، احنا جينا أكاديمية الشرطة ولعبنا وبسطنا كلنا مع الضباط. اتصورت مع الضباط، اتصورت معاهم وركبت الموتوسيكل وركبت العربيات، وكنت انا فرحان قوي يعني النهارده. مبسوطين جدا، كان يوم جميل قوي النهارده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وهم طيبين، وبنحترمهم جدا وبنحبهم جدا، ويا رب يقويهم على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه. الحفله نفسها مبهجه للناس، وبتبين قد ايه الشرطه بتعمل مجهود وبتحاول تتواصل مع كل فئات المجتمع. رجعنا للعهد ووقفنا بثبات، عشان بلدنا احنا نعمل معجزات. بلدنا دي اللي لينا واغلى حاجه فينا، تندهنا بتلاقينا. ويعكس عرض التكنولوجيا الأمنية مدى التطور المتواصل الذي تشهده قطاعات وزارة الداخلية لتلبية متطلبات العمل الأمني، بما يواكب تطلعات وآمال المواطنين في وطن آمن وخدمة حضارية. على عهد بائي، على عهد بائي، عشانك يا مصر، وتحيا يا مصر كل وقت وكل حين. تحيا مصر عقيدة بيها مؤمنين، تحيا مصر وجدي على مر الزمان، شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. كلهم طيبين وتحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين وتحيا مصر. احنا مشتاقين جدا عشان طيبين. كل سنة وكل الشرطة طيبة، كريم حلو قوي قوي، وتحيا مصر. معرض عيد الشرطة يضم كافة التجهيزات والمعدات والمركبات التي تستخدمها وزارة الداخلية في أداء المهام الأمنية المتنوعة، وهو يجسد معنى التطوير الذي تشهده الوزارة على طريق أداء المهام الأمنية باحترافية كاملة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قادمة من مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي إلى مطار القاهرة الدولي بعد نهاية بطولة الأمم الإفريقية، وبعد تقديم المنتخب المصري أداء بطوليا خلال مشوار البطولة. وحقق المنتخب الوطني المركز الثاني ببطولة أمم إفريقيا في نسختها 33 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في نهائي إفريقيا بالكاميرا. هذا وقد حظي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على الثناء من متابعي أدائه القوي على مدار بطولة الأمم الإفريقية والتي اختتمت أمس بالكاميرون. وحصد المنتخب الوطني وصافة البطولة بعد خسارته أمام السنغال بضربات الجزاء الترجيحية، ولم يكن طريق المنتخب ممهدا حيث أطاح في رحلته بأكبر المنتخبات وهي الكاميرون صاحبة الأرض والمغرب وكوت ديفوار. أداء مشرف وبطولي قدمه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون، رغم خسارة التتويج باللقب والفوز بالمركز الثاني على أفريقيا، ولكنه الأول في قلوب المصريين جميعا. رغم خسارة اللقب، لا خلاف على الجهد الذي بذله المنتخب طوال مشوار البطولة ولقائه فرق كانت المرشح الأول للبطولة منذ الأدوار الإقصائية مثل كوت ديفوار ثم المغرب، ووصوله لمباراة نصف النهائي مع الكاميرون
أحبة الأرض والجمهور، وأخيرا في النهائي أمام السنغال والذي شهدت تألق اللاعبين ومثابرتهم للظفر بالبطولة التي انتهت بركلات الترجيح لصالح السنغال مكاسب عديدة على الصعيد الشعبي. فقد نال المنتخب احترام الجميع، وشاهدنا كيف كان التضامن الجماهيري مع اللاعبين والمؤازرة والتشجيع، وكيف خرجت ملايين الجماهير في الشوارع رافعة الأعلام المصرية مع كل مباراة للمنتخب في مشاهد تعكس الروح الوطنية العالية والرياضية المشرفة. فليس هناك مناسبة تجمع الشعوب أكثر من كرة القدم، وهذا ما فعله المنتخب خلال مشواره بالبطولة في بث الفرحة والسعادة والآمال لدى الجماهير ومحبي الكرة المصرية. وأعلن اللاعبون عن أنفسهم بكل شرف واحترام بما أنجزوه وحققوه من انتصارات مقدرة خلال البطولة. لاعب الفراعنة كانوا عند حسن الظن بهم وعلى قدر كبير من المسؤولية خلال مشوار البطولة، لكن الجماهير تأمل في إسعادها مرة أخرى والصعود للمونديال الذي سيقام في قطر 2022 بعد لقاء السنغال مرة أخرى الشهر القادم ذهابا وإيابا، وتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية. أشاد الجمهور المصري بعدد من المحافظات باللاعبين وبأدائهم خلال مشوار البطولة الإفريقية بالكاميرون، مشيرين إلى تواصل دعمهم للمنتخب حتى الوصول إلى كأس العالم. طبعا بنقول هارد لك المنتخب الوطني، أدوا اللي عليهم اللعيبة والجهاز الفني وعملوا بطولة كبيرة جدا، لكن ما التوفيق ما حالفناش في المباراة النهائية. إجمالي المنتخب الوطني هو الأفضل على مستوى البطولة. إحنا لنا الشرف وراء منتخبنا العظيم، وده حاجة مشرفة لينا مصر، يعني 4 ماتشات ورا بعض اكسترا تايم وضربات جزاء، واللعيبة دي محترمة جدا، وان شاء الله مستنيهم يعملوا حاجة ونصعد كأس العالم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده بفرصة تانية ويصعدوا الكأس العالم، هم عاملين اللي عليهم وربنا يوفقهم ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، وما فيش نصيب، وان شاء الله نعوض في كأس العالم ونصعد في التصفيات على حساب السنغال ان شاء الله، والقادم احسن باذن الله. اللعيبة رجالة قد اللي عليهم، وفرقة قدر الله ما شاء فعل، وباذن الله هنقابلهم في كأس العالم وهنوصل كأس العالم على حسابهم ان شاء الله. الحمد لله قد المسؤولية، وإن شاء الله منتظرينهم في شهر مارس إن شاء الله في نفس الفريق والصعود لكأس العالم إن شاء الله، وكلنا وراء مصر، كلنا وراء رجالة مصر إن شاء الله للصعود لكأس العالم. والله المنتخب عمل كل اللي عليه النهاردة والحمد لله، بس إن شاء الله هنعوضها ونكسب السنغال ونوصل كأس العالم. كان فوز مستحق لمصر، وهارد لك لمصر إن شاء الله في كأس العالم. طبعا بنشكر المنتخب المصري على وقفته امبارح ولعبه الرجولي اللي عمله امبارح، وطبعا احنا بندعمهم وفي ظهرهم. كان في 11 مقاتل في الملعب اساسا، مش 11 لعيب، رغم الاصابات ورغم الضغوط اللي كانت علينا. انا بشكر المنتخب المصري، 11 لاعب ما كانوش 11 لاعب، لا ده كانوا 11 راجل في الملعب بجد، عملوا دورهم وزياده، كفايه ان هم وصلوا الدور دوت بعد الاصابات الكتير اللي كانت عندنا، باصابه محمد الشناوي في اول مباراه واكرم توفيق، بجد 11 راجل كانوا في الملعب فعلا عملوا دورهم، والونشي وبشكر كل اللعيبه كلهم، محمد صلاح فخر العرب فعلا. إذن حالة رضا من الجمهور المصري بالأداء البطولي كما وصفه المحللون للمنتخب المصري في مباراة أمس. لمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا خالد الإتريبي الناقد الرياضي. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا بك، برحب بحضرتك وبرحب بكل المشاهدين. أهلا بحضرتك. أديتم ما عليكم، هكذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه بالأمس للمنتخب الوطني بعد طبعا الخسارة بالأمس مع السنغال، لكن هذا الأداء البطولي كما وصف يحتاج بالتأكيد إلى دراسة المعوقات التي حالت دون الفوز، ودراسة نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف للعمل على بحثها ودراستها وتفاديها في المستقبل. ما تعليقك؟ بالضبط بالضبط، هو ده المفروض اللي احنا نتكلم فيه، وهو ده المفروض اللي احنا نبني عليه. عملنا منتخب قدرنا في وقت بسيط جدا ان احنا نعيد بناء شخصية المنتخب، وهو ده اللي كان مهم. احنا كان عندنا عناصر مهمه كبيره جدا، عندنا محمد صلاح، عندنا محمد النني، عندنا تريزيجيه، عندنا مرموش، عندنا محترفين، عندنا لعيبه في الاهلي وفي الزمالك وفي بقى انديه الدوري، لعيبه ذات جوده عاليه، وقدرنا ان احنا نبني جيل جديد ونجدد دماء المنتخب. الفكره كلها كانت في بناء الشخصيه، اعاده بناء الشخصيه. اللعيبه دي كلها كانت موجوده ومتاحه قدام مديرين فنيين كتير على مدار الوقت اللي فات. الفكره كلها واحنا كنا بنشارك كنا بنحس ان المنتخب
الشخصيه غايبه، الروح غايبه. قدرنا في وقت بسيط قبل البطوله مع البرتغالي كارلوس كيروش اللي يحسب له، واكيد طبعا كان في عوامل كثيره خلف المنتخب بدايه من مساندات القياده السياسيه. شفنا قد ايه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتم جدا ومساند كعادته يعني، وشفنا قد ايه كل المسؤولين وكل الشعب كل العناصر المنظومه كانت خلف الرجاله دي، خلف الابطال دي. عشان كده بنقول المهم ان احنا نبني على الانجاز اللي احنا عملناه. اكيد 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 الانجاز الحقيقي هو انك كنت تاخد البطوله، انما في الفتره البسيطه دي تعيد بناء شخصيه المنتخب وتوصل للمرحله اللي انت وصلتها ديت في وقت كتير جدا كانوا بيشككوا في قدره المنتخب انه يعبر حتى من دور المجموعات، فانت تقدر تعمل ده ثم تعدي من منتخبات وتطيح بمنتخبات قويه في طريقك الى النهائي على عكس السنغال تماما. السنغال انا منتخب مصر وصل الى المباراه النهائيه وهو لعب اربع مباريات باكسترا تايم، السنغال لم كانت مباراته الوحيده باكسترا تايم هي مباراه النهائي. اطحنا بكوت ديفوار، اطحنا بالمغرب، اطحنا بالكاميرون صاحب الارض والجمهور، يعني كل ده كان يعني جهد مضاعف على اللعيبه، جهد لم يعتاد اللاعب المصري على تحمله. إذن هي الكلمة الأبرز من حضرتك أستاذ خالد، عادت الروح للمنتخب المصري، وبالتأكيد يجب أن نبني عليها في المباريات القادمة وفي التصفيات المؤهلة لكأس العالم. أشكرك جزيل الشكر. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مجلس النواب الليبي يصوت الخميس المقبل على رئيس الحكومة الجديدة. شيع آلاف المواطنين في مدينة شفشاون بالمغرب جثمان الطفل ريان بعد إقامة صلاة الجنازة في قريته إغران، وكانت المملكة المغربية قد أعلنت مساء السبت وفاة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر عميقة علق فيها لمدة 5 أيام في مأساة هزت العالم، وبذلت مجهودات كبيرة في محاولات إنقاذ الطفل. أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح عن تحديد الخميس المقبل موعدا للتصويت على رئيس الحكومة الجديدة، كما أعلن رئيس مجلس النواب اعتماد خارطة الطريق التي تنص على أن تجرى الانتخابات خلال 14 من الشهر أو من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري. قرر البرلمان العراقي تحويل جلسته المنعقدة اليوم إلى جلسة تداولية لعدم اكتمال النصاب القانونية، وذلك للتصويت على انتخاب رئيس البلاد. وكانت كتل رئيسية قد قررت مقاطعة الجلسة التي كان من المقرر أن يتم خلالها التصويت على اختيار رئيس الجمهورية من بين 25 مرشحة، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لروسيا وفرنسا مخاوف مشتركة في مجال الأمن. جاء ذلك خلال محادثاته في العاصمة الروسية موسكو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الأزمة الأوكرانية، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية المكثفة بهدف حلحلة الأزمة الأوكرانية. من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تسهم مباحثاتهما في تخفيف حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الوضع في شرق أوروبا معقد ومقلق للجميع. امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التكهن بشأن خطوات أخرى ترغب إدارته في اتخاذها وسط التوترات المستمرة مع روسيا بشأن أوكرانيا. جاء ذلك في تصريحات صحفية لبايدن ردا على سؤال عن احتمال نشر مزيد من القوات الأمريكية في أوروبا في حال عدم اتخاذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات لخفض التصعيد حول أوكرانيا. هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء بدء نقل قوات إضافية إلى كل من رومانيا وبولندا وألمانيا لتعزيز قدرات الدفاع عن الدول المتحالفة ضمن الناتو، لكن البنتاغون أوضح أنه من غير المخطط أن يتم إشراكهم في أعمال قتالية محتملة بأوكرانيا
على خلفية التوتر مع روسيا. إلى تطورات فيروس كورونا، حيث قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت مارسون إن بلاده ستعيد فتح حدودها بالكامل أمام جميع حاملي التأشيرات الذين تم تطعيمهم اعتبارا من 21 من فبراير، بعدما يقرب من عامين منذ إغلاقها أمام غير المواطنين للتخفيف من خطر فيروس كورونا. وشدد مارسون على أن القيود الصحية والتدابير الحدودية التي اعتمدتها حكومات الولايات المحلية في البلاد ستستمر في التطبيق على جميع الوافدين إلى أستراليا، وتقوم أستراليا بإعادة فتح تدريجي للحدود منذ أواخر العام الماضي للسماح للمهاجرين والطلاب الدوليين. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيتا إن الحكومة ستقوم بدراسة منح موافقة مبكرة مشروطة للأقراص المضادة لكورونا التي تنتجها شركة شيونوجي. وتقوم اليابان بدراسة السماح للشركة بالبدء في بيع الأقراص المضادة للفيروس في وقت مبكر من هذا الربيع، بعد منح شركة الأدوية تصريحا خاصا لتخطي المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية. يختتم اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته في دورته 53، حيث تقام العديد من الفعاليات الثقافية ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض. للمزيد ينضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم من هناك. يا جرمين، يعني إن قل لنا أهم فعاليات اليوم الأخير من المعرض، وهل ما زال الإقبال متواصلا ومستمرا حتى الساعات الأخيرة من المعرض؟ جرمين؟ معنا جرمين؟ جرمين، أسألك عن فعاليات اليوم الأخير من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهل ما زال الإقبال مستمرا حتى الساعات الأخيرة من عمر المعرض؟ نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم في الساعات الأخيرة قبل إغلاق أو انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. هو اليوم الأخير والساعات الأخيرة للدورة 53، هذه الدورة التي أقيمت بمشاركة أكثر من 1000 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 50 دولة حول العالم، وكانت اليونان هي ضيف شرف لهذه الدورة الاستثنائية، نظرا لأنها كان فيها العديد من الفعاليات والأنشطة التي تم إطلاقها لأول مرة في هذه الدورة 53. فيعني في هذه الدورة تم إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في هيئة الكتاب أو في الهيئة المصرية للكتاب، أيضا تم استخدام أحدث وسائل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي عن طريق عرض شخصية المعرض هذا العام يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في شاشات تعمل باللمس وفي عرض تفاعلي مع الجمهور. أيضا تم استحداث جائزة أفضل ناشر عربي في هذه الدورة. من الأشياء أيضا الجديدة والتي لاقت إقبال كبير وتجاوب كبير من المواطنين ومن الزائرين من المعرض هو تخصيص قاعة كاملة للطفل، وهي كانت بمثابة معرض موازي للأطفال ولأحدث الإصدارات الخاصة بالطفل على مساحة 400 متر. تم فيها تخصيص أو عرض يعني مجموعة من دور النشر الخاصة بإصدارات الطفل والكتب المدرسية، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية وورش الحكي المخصصة للأطفال. والحقيقة كان فيها إقبال كبير جدا من المواطنين ومن الأطفال للتمتع مختلف الأنشطة. أيضا المنصة الرقمية والتي تم إطلاقها العام الماضي تم استحداث فيها أشياء جديدة، منها خاصية شراء الكتب
أونلاين وتوصيلها لمختلف أنحاء الجمهورية عن طريق هيئة البريد المصرية، إلى جانب يعني العمل الطبيعي لها في عرض أجندة المعرض والأنشطة والفعاليات وأيضا شراء التذاكر. إذن يعني في نهاية هذه النسخة نستطيع أن نقول إنها نسخة ناجحة بامتياز، وذلك يعني يظهر من خلال الإقبال الكبير من المواطنين. فكحسب ما أصدرت إدارة المعرض إنه الإقبال تجاوز 1,000,000 زائر على مدار الأيام الماضية، وهو أيضا ما شاهدناه منذ اليوم الأول وحتى صحيح جرمين، يعني كما ذكرت بالفعل هو الاحتفالية أو العرس الثقافي الأهم والأبرز في مصر والعالم العربي. شكرا جزيلا لك جرمين على كل هذه المعلومات. جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. شكرا جزيلا لك جرمين. أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن المبادرات الرئاسية وعلى رأسها حياة كريمة هي جزء رئيس من الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة 2023-2027 ومع الخطط المستقبلية مع شركاء التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي مع الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقا أنطونيو فيجلانتي، بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا. ومن المقرر أن يعقد وفد الأمم المتحدة لقاء مع الجهات المعنية ويزور قرى حياة كريمة لبحث الأنشطة المقترحة للمساهمة بها في تنفيذ المبادرة الرئاسية. كما عرضت الأمم المتحدة 4 محاور للتدخلات المقترحة من خلال أنشطة تنمية رأس المال البشري بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم لقاء تفاعلي مع عدد من المصريات النابغات والرائدات في عدة مجالات بالخارج. خلال هذا اللقاء أعلنت وزيرة الهجرة منح درع التكريم للدكتورة المهندسة كوثر عبد الحميد زكي رائدة الهندسة الكهربائية بالولايات المتحدة تقديرا على جهودها ونبوغها. ووصفت الوزيرة المهندسة كوثر بأنها قصة نجاح مؤثرة وملهمة لكل سيدة مصرية بالخارج. والآن حان موعدنا مع الوقفة الاقتصادية في نشرة السادسة. زميلتي حكمة عبد الحميد معنا الآن، أهلا بك حكمة تفضلي. شكرا لك نهى، شكرا محمد، وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة. وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالأغلبية على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3,274,000,000 جنيه إلى 5,274,000,000 جنيه بزيادة قدرت بمليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين. وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن هذه الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة حجم أعماله وأنشطته. ولفتت الوزيرة إلى أن البنك يقوم بتمويل مشروعات إحلال الواردات وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية، ذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا. أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد مصر الكامل لاستضافة الاجتماع السنوي 47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في يونيو المقبل. وخلال لقائها رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر بالسعودية، سلطت وزيرة التخطيط هالة السعيد الضوء على تدشين مصر لمجموعة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة في مجالات الاقتصاد الأخضر. وأعربت السعيد عن التطلع إلى التعاون مع مجموعة البنك في إطار استضافة مصر لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27 خلال العام الجاري.
شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في دورته 36 والتي تستضيف العراق وتنظمه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. واستعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن والأنماط الغذائية الصحية للجميع من أجل حياة أفضل. كما يعقد وزير الزراعة لقاءات ثنائية مع بعض الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر لبحث أوجه التعاون الزراعي للمشترك. أكدت وزارة البترول أهمية الإسراع بتنفيذ خطة إقامة التوسعات الجديدة بميناء الحمراء، وهو أحد أهم الموانئ البترولية بمنطقة العالمين، ما يتواكب مع جهود الدولة لتحقيق طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة بمدينة العالمين الجديدة. وخلال رئاسته الجمعية العامة لشركة البترول الصحراء الغربية ويبكو لاعتماد موازنتها التخطيطية، أشار الوزير إلى أنه يتم التعجيل بإقامة مستودع لتداول وتخزين المنتجات البترولية من البنزين والسولار بالمنطقة بالتوازي مع الأعمال الجارية لمد خطي أنابيب لنقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى العالمين الجديدة. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب وسط أحجام تداول منخفضة. وتراجع رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.464 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنحو 1.21% ليغلق عند مستوى 11548 نقطة. تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 84% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15.66 للشراء و 15.75 للبيع. سجل اليورو 17.92 للشراء و 18.3 للبيع. وصل الجنيه الاسترليني إلى 21.25 للشراء و 21.29 جنيه للبيع. العملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع. سجل الريال السعودي 4.17 للشراء و 24 قرش للبيع. توقع وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي أن يصل إنتاج القمح إلى 3 ملايين طن في الموسم الحالي، وهو أقل من الموسم السابق. أرجع وزير الزراعة هذا التراجع في الإنتاج نتيجة تخفيض الخطة الزراعية الشتوية بمقدار النصف. يعد العراق مستورد رئيس للحبوب بالمنطقة، ويحتاج إلى ما يتراوح بين 4.5 و 5 ملايين طن سنويا لإمداد برامجه الضخمة لدعم الغذاء. انتهت الوقفة الاقتصادية في نشرة السادسة، وعودة إلى زملائي نهى ومحمد. إليكما حكمة عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر. تحل اليوم 7 فبراير ذكرى وفاة الإعلامية سهير الإتريبي، إحدى رائدات الإعلام ومن أوائل المذيعات التي صنعن مكانة كبيرة بالتلفزيون لتصبح مدرسة ونموذجا لأجيال متتابعة. سهير الأتريبي ولدت عام 1939 وسط عائلة إعلامية كبيرة ضمت الراحلتين سمية الأتريبي وعزة الأتريبي. نهاية نشرة السادسة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد استراتيجية العلاقات التي تجمع مصر وجيبوتي على كافة الأصعدة. مدبولي يؤكد على توجيه الرئيس السيسي بوضع دليل استرشادي موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات. عودة أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم إلى القاهرة بعد الأداء البطولي في كأس الأمم الإفريقية. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.